السلام عليكم. مع هاد مرض كورونا كانت وصلوا بزاف ديال الاسئله من الناس اللي كيتبعوا على لي روماتيزم، على اثر الادويه اللي كياخذوا، واش يمكن لهم يستمروا فيها او يقطعوها. الوغ اول سؤال كيتعلق بالكورتيزون. حنا كنعرفوا ان الكورتيزون هو دواء كيهبط المناعه، وحنا في هذا الوقت هذا محتاجين المناعه ديالنا. غير هو هاد الناس اللي كياخذوا الكورتيزون ما كياخذوش غير هكا، كياخذوه حيت محتاجينه. الوغ الا قطعنا الدواء، اولا المرض كيمكن له يرجع، هذا اول حاجه. ثاني حاجه الا قطعنا هذاك الكورتيزون كيمكن واحد الغده عندنا في الجسم كتوقف على العمل، والا توقفت على العمل كيكون عندنا خطوره كبيره في الجسم ديالنا. دوك الناس اللي كياخذوا الكورتيزون كيتصلوا بالطبيب ديالهم عبر التليفون، ومن الاحسن بلا ما يمشيو. الا كانت الحاله ديالهم كتمكن لهم انه نقصوا من هذاك لا دوز ديال الكورتيزون، حنا غنقصوا منه. الا كانت الحاله كتستدعي انه خصو ياخذ نفس الكميه، خصو يكملها، وهاد الناس خصهم يحتاطوا بحال الناس كاملين، يبقاو في دارهم وما يتعرضوش ما يخرجوش على برا باش ما يتعرضوش للكورونا فيروس. الناس اللي كياخذوا البلاكينيل كيتصلوا بينا، لان الناس اللي عندهم لي روماتيزم كياخذوا البلاكينيل ما لقاوهش في الصيدليات. علاش ما لقاوهش؟ حيت هاد البلاكينيل كنستعملوه دابا في الدواء ديال الكورونا فيروس. دونك هاد الناس هادو اللي ما لقاوهش اي خصهم يتصلوا بالطبيب الروماتيزم ديالهم اللي كيعمر لهم واحد الاستماره وواحد لوردونونس والكونط روندو ديالهم، وكيمشيو للصيدليه الجهويه ديال المدينه ديالهم اللي تيعطيهم هذاك الدواء. يا اما كيعطيهم بلاكينيل، الا ما كانش عندهم بلاكينيل كيعطيهم نيفاكين، راه بحال نيفاكين بحال بلاكينيل، اللي كيمكن لهم يستمروا به. مضادات الالتهاب، هاد مضادات الالتهاب كنعطيوهم للناس اللي عندهم الحريق، الم، سواء الم في العنق او في الظهر او في الكتف او اي حاجه. هاد الناس هادو اللي كياخذوا هاد لي زونتي انفلاماتوار، الا كانت الحاله غير عاديه كيمكن لهم يتصلوا بالطبيب ديالهم كيبدل لهم كيقطع لهم هاد لونتي انفلاماتوار من الاحسن. وكناخذوا مضادات ديال الحريق واحد اخرين اللي ما فيهمش لونتي انفلاماتوار من الاحسن، لان الدراسات تبتات انه مع هاد المرض هذا من الاحسن تجنبوا لي زونتي انفلاماتوار. بقاو لنا واحد الفئه من الناس اللي عندهم الروماتيزم، واحد الروماتيزم سبيسيال كيتسمى سبونديلارثريت اونكيلوزونت ولا لا اس بي ا. هاد الناس هادو هذاك لونتي انفلاماتوار ماشي ما كياخذوش على اساس غير كيحيد الحريق، هذاك الدواء ديال المرض هذا ديالهم، يعني انه الا قطعوا لونتي انفلاماتوار ما يمكنلوش ينوض في الصباح، ما يمكنلوش يتحرك، ما يمكنلوش في الليل ينعس اكسيتيرا. دوك هاد الناس اللي عندهم الاس بي ا خصهم يبقاو كيتبعوا لونتي انفلاماتوار ديالهم. الا قدو ينقصوا لا دوز من الاحسن، ما قدوش يكملوا لا دوز ديالهم، وتا هما بيان سور يتجنبوا انهم يخرجوا على برا، ويتجنبوا اي حاجه اللي كيمكن لها تسبب لهم في انهم ياخذوا المرض كورونا. الناس اللي كياخذوا لي تريتمون بيولوجي كيتسموا لي بيوثيرابي، واحد النوع من الروماتيزم كياخذوا واحد الادويه بيولوجيه اللي هي مزيانه للمرض ديالهم، ولاني كتنقص المناعه بزاف. هاد الناس هادو خصهم يكملوا الدواء ديالهم، ما خصهمش يقطعوه، لان الا قطعوه المرض عيرجع. مي هاد الناس هادو متعرضين اكثر كل الناس الاخرين انهم الا تقاسوا بالمرض يتقاسوا بالمرض او يديروا شي فورم غراف. دونك هاد الناس هادو الا كانوا كيخدموا خصهم ان سيرتيفيكا ميديكال، يتصلوا بالطبيب ديالهم يعطيهم ان سيرتيفيكا باش يجلسوا في الدار. وإلا كانوا جالسين خصهم يتجنبوا يتخالطوا مع الناس، ويتجنبوا اي حاجه اللي تعرضهم لمرض كورونا.